السلام عليكم الخوت، كي دايرين؟ لاباس عليكم، صحة بخير. لأول مرة كيشوف في الفيديو هذا يشترك في القناة باش يبدا ديما يوصلو الجديد. نهضرو على الكرسة تاع كاينة الكروسة بعدا تكون شوية باينة ماشي بحال بلا بلا. التاني صعيب، مشات الفافوري ديال غدا هما هادو ستة تقريبا. داك السيت اللي كنلعبو هذا اللي كيحط لينا التوكر ديال فين هو اللي كيحطينا التوكر تاع الترسي اليوم، كان حط 3 13، جات لي 3 في الاخر، ولكن 4 13 كانت هنا. ما عرفاش بانت لي هذيك 3 13 عند هذا تاع الترسي، وبانت لي هنا 4 13. والله العظيم قلت 3 13 باين هادشي في الشك ومخربق، لانه يعني الا جا 4 او حطيت لكم نيت تحت من هنا 4 ولا 13، يعني الا جا 4 ما 13، ويلا ما 13 في هنا تتبقى لك ديك 3. ولكن 6 4 3 ما جابوهاش في الترسي، 10 اللي ضرب الراس توكار. المهم ما عليناش، غدا 5 الفافوري تاع غدا هما هادو. عندنا 5 و4 و8 و6 و10، عندنا 8 تروازيام فافوري و 5 بريمي فافوري، و زدناهم التوافر و تصيدر 1 و11 و7 و3 و13 واحد فيهم. هاد الجوكر هذا ما حطيتوش لكم اليوم، كان حاط 9 و4 جابهم بجوج، ولكن 4 المهم جات لي 4 في الترسي. غطا حط 8 و2، 8 فافوري و2 توكار، والمشكلة ما كاينش حتى مع التوكر لينا. وعندنا مول التوكار شنو حط؟ حط الواحد و14. اش كتقلب هنا كتلقى الواحد 14 ما كاينش. عندنا 5 ولا 4 و5 ولا 8 و6 ولا 1، راه غير هادو هنايا غادي تكون جيم لي قلت انا تقريبا، غادي تكون هنا قلت انا يا 5 6 ولا 5 1، حيت هاد الجوج غادي يجي فيهم واحد. المشكلة هو 11 11، خرج ليا 100% وهو توكار ماشي فافوري. دابا انا عندي 5 ما تخسرش، يعني غادي ندير 5 6 وعاوتاني غادي ندير 5 11، يعني الترسي غتجي فيه يا 5 6 ولا غادي تجي 5 11. الا جات 5 6 راه فافوريه، جات في الفافوري زعما 5 مع 6، مازال هذا راه كاتريام فافوري ماشي فافوري. فافوري هما 3 اللوني، والا جا 11 راه توكار 5 11، كلشي ممكن. عندنا 11 ولا 5 واحد فيهم، و6 ولا 11 واحد فيهم، ولا بجوج ممكن يجيبوهم بجوج. عندنا لاباز 5 و4، وعندنا 6 دونجير، عندنا 7 ولا 13 واحد فيهم، هادو راه ضروري غادي يجي واحد فيهم، 90% يجي واحد فيهم. وعاود تاني هادو تاع التوكار هذا تيجي ليه في الترسي، وغدا الله على ماشي يجيبهم في الترسي، هو ممكن يجيو ليه في الترسي الواحد ولا 14 بجوج متوكر. عندنا ميفيونس، ميفيونس 2 ولا 3، باش نقلب على هاد 2 و3 تلقى هداك 2 لي ملعوب. وكاين تاع جوكر هنا، ها هو، يعني انا لعبت 5 ماتش، لعبت 8 غادي نلعب 2، الا حيد 8 غادي نلعب 2، يعني ممكن الترسي تجي لي 5 6 2 ولا 5 11 2. هادشي الا كان هاد الجوج صحيح. اما الا كان توكار في الـ1 و14 واحد فيهم يجو في الترسي، يعني قلت انا تقدر تجي 5 6 1 ولا 5 11 1، يا اما 5 6 يجي معاهم يا الواحد ولا 14، ولا تجي 5 11 ويجي معاهم الواحد ولا 14. هادو الا كانوا جايين في الترسي، الله اعلم. هذا تا هو شحال هادي محط اللعب عاود تاني غدا، راه تيبان لي انا غادي يجيبها. قلت واخا هاديك الواحد 14 بان لي ما كيدوروش عندو هنا، قلنا 5 وقلنا 6 ولا 11 كاين واحد فيهم دوزيام الا ما جاوب بجوج. عندنا 7 و13 واحد فيهم، راه عقلو على غدي الا مات هاد 8 هذا غادي يبلاصيه 7 ويقدر يبلاصيه في الترسي تا هو. هاد 7 هذا خرج ليا في اللعب تا هو، والا جا 7 غادي يموت 13. عندنا 2 و1 ما كاين تا واحد فيهم هنا، و2 و3 هما ما كاين واحد حتى واحد فيهم هنا. يعني دابا غدا ممكن تكون ترسي 5 6 7 ولا 5 11 7.
انا اللعب اللي بان ليا هو هادشي حطيتهم هنا، هي لا باز ديال الترتي قلت انا، الا كان حيتاش الخمسة قلت تقريبا 100%، يعني يا 5 6 اكس ولا 5 11 اكس. قلت انا واحد لا باز غادي تجي في هادو، ويقدر يجي معاهم الجوج تاع الجوكر اللي كاين هنا، ولا غادي يجي معاهم الواحد. دابا المشكلة هنا علاش فرق هنا الواحد، درت هنا الواحد وهنا السبعة، لأنه إلا جات الخمسة مع ستة راه ما يجيش الواحد. ها هي خمسة إلا جا مع ستة ما يجيش الواحد، وإلا جات الخمسة مع الحداش، حيتاش قلنا الستة والحداش نلعبو كل واحد فيهم مع الخمسة، إلا جات خمسة حداش ما يجي ستة، يعني غادي يجي الواحد. داكشي واش درت لهم هاك. ولا تقدر تجي سويفي عاود تاني الا بيقتلو هاد الجوج تا هو الجوكر، ويجيبو ليك 5 6 7 كلشي ممكن. المهم انا التيسي اللي بانت ليا غدا ودار الكروسة، حط سعيد للجميع الخوت.